التأهيل المادية كده بوجه الشكر للكلية على التأهيل، لكن سيبوني إن أنا أقول التأهيل أنا حضرته جميعا، مش ليا أنا، ما عملتش حاجة فيها عشان أنا أتبرم عليها. بشكر الكلية على هذا التأهيل. نقطة تانية طبعا، أنا عندي كتير لأن أنا دارس، ولكن أنا مش عارف أنا مسموح لي دلوقتي قد إيه، علشان ما بقاش بخرج على النظام بتاع المؤتمر، فاستهلك وقت الحقيقة. يعني مش عارفين كده إن أنا مش عارفين إن أنا حضراتكم بلخص بشكل سريع كده، يعني كم حد من الطلبة اللي موجودين عندنا بص على استراتيجية مصر 2030؟ سؤال أنا الحقيقة معظم كلامي هيكون لولاد الطلبة بعد إذنكم. لأول مرة أنا خلاص داخل على 60 سنة، يعني فاضل لي سنة سنة ونص ولا حاجة بس، ولكن لأول مرة يكون للدولة استراتيجية واضحة بتحدد فيها إحنا عايزين نعمل إيه وإحنا عايزين نروح فين. الحقيقة الحقيقة موضوع إنها 2030 ده، أنا دايما بقول أنا موجود في فترة كده، فترة خاصة في سياسات ونظم تتعمل، وبعدين بعدها انا هقعد في البلكونه. حد جه يتفرج عليا وانا قاعد في البلكونه؟ انا كنت عامل لايف وانا في البلكونه. بعد كده هقعد في البلكونه وبدل رجلي. نعم يا دكتور. بالظبط كده. بعد كده هقعد في البلكونه وجنبي فنجان قهوه وطبق فاكهه، وبمدد رجلي على كرسي تاني قدامي وباصص في المدى النهايه، وقاعد هو مستمتع بحياتي، وانتوا بقى شغالين بالتفاؤل بقى تحول رقمي، دوله رقميه، دوله عفريقيه. ممكن ساعتها ما اغيرش البطاقه بتاعتي مثلا، ما اغيرها، مش هجدد رخصه العربيه، انا ما اتركبهاش. يعني الامور بالنسبه لي هتبقى ايه، جميله وحلوه وسهله في البلكونه يعني. انما الحقيقه الاستراتيجي ديت هي انتوا، استراتيجية مصر 2030 هي كون انك انت ما تبقاش عارفها، ده تقصير منك الحقيقة. من الضروري انك انت تعرف مصر عايزة تكون فين. هقول لك انه احنا كلنا موجودين في منظومة. كلنا موجودين في منظومة. بنحقق اهداف هذه المنظومة. يعني لما حضرتك تقول لي انا مش عاجبني جامعة الازهر، شوف نفسك تلاقي نفسك مكان تاني. وانت ما هي مش عاجباك، مش عاجبانا انا. فانت قدامك عده طرق علشان انك انت تتحرك فيها. يا اما سياسه محطوطه فانت بتتحرك داخل هذه السياسه وتبني بدلوه وبتشارك مشاركه ايجابيه، وبالتالي هذه السياسات بتتضم على بعضها علشان نجد افضل طريق نحقق بيه الاهداف بتاعتنا. يا اما ان حضرتك بتقول انا مش عاجبني الكلام ده كله، فانت بتاخد المنحى السلبي فخلاص روح انت للمنحى السلبي ودور نفسك على الناحيه الايجابيه اللي ممكن تكون موجود فيها، مش علشان خاطر المؤسسه اللي انت موجود فيها، لكن عشان خاطر حياتك انت. حضرتك طلعت واشتغلت في شركه مش عاجباك الشركه، ايه اللي هيضيف الشركه انك انت عاجبها وانك انت عاجباك الشركه ومش عاجبك؟ مش عاجبك، دور على الافضل بالنسبه لك. دور عما
يرضي طموحاتك ويحققها. فلو سمحتم من الضروري انكم تطلعوا على خطة 2030. 2030 الحقيقة بتقول انه في السنة دي 2030 مصر رقمية. مصر رقمية. يعني ايه بقى مصر رقمية؟ حد يقدر يقول حاجة؟ شباب؟ زي يوم السبت كده يوم جميل
ومتوسط الوقت اللي المفترض ياخده قد ايه، وقال لي الدعوه مكثفه ولا مش دعوه. حضرتك تروح تقول انا ما كنتش سايق العربيه، تقول زي ما انت عايز، هما دلوقتي حاليا بيبعتوا لك الصوره. حد جات له صوره؟ دلوقتي يعني احنا دلوقتي هم على طول حضرتك بتروح عامل المخالفه، يروح باعت لك على الموبايل بتاعك المخالفه وتصويرتك الجميل. لا لسه من غير اللي جنبه، عينين الوقت عوزه. عينين الوقت عوزه يا جماعه. ده بيعني بيعني منظومة مرور داخلية، سجل مدني، مش كده؟ دول الثلاث جهات على الأقل، دول ثلاث جهات على الأقل مرتبطين ببعض علشان الداتا دي تكون متكاملة. المطالب بقى أكتر ان هيبقى كمان محمود اللي كان سايق العربيه دوت اخد بكالوريوس تجاره او ليسانس اداب او مش عارف منين، من كليه ايه، من جامعه ايه، سنه كام، وبعدين راح سافر رجع، وعشان حضرتك كل فلوسك بتتحرك عن طريق الحساب، فانت جبت من رجع 50,000 جنيه، ولما جيت مصر اشتريت عماره علشان كمان في جي اي اس شغال فهو بيربط بالبيانات اللي موجوده. فانت بقيت ايه؟ ده ماذا يعني وجودنا في نظام رقم؟ ده معناه ان جميع مؤسسات الدوله مربوطه ببعضها بنظام واحد. على فكرة هو ده أحد متطلبات استراتيجية مصر لمكافحة الفساد. بتسمعوا عن الشمول المالي مش كده؟ اه بتسمعوا عن الشمول المالي. طيب هو أحد دي أحد الحاجات اللي موجودة في استراتيجية مكافحة الفساد. لاحظ هنا أنا بربط لك في استراتيجية التحول الرقمي، مكافحة الفساد، ده اللي هو في الآخر بيقول استراتيجية مصر 2030. لو سمحت اقرأ الكلام ده لأن ده بكرة بتاعك أنت مش بتاعك. أنت لازم تكون عارفه كويس. ده اللي حضرتك هتتعامل معاه بكرة. وزي ما قلت لك أنا هبقى قاعد بتفرج عليك وأنا في البلكونة. معرفش ليه ده اهو. واساتذتنا الجمال دول كلهم برضه هيبقوا موجودين ساعتها في البلكونه برضه. مش كده ولا ايه؟ انا قلت طبعا دراسه مهمه كتير. ربنا يديكم جميعا احسن. اتحركت ازاي الجامعه؟ علشان نلخص كده الاستراتيجيه الرقميه بتاعت الدوله، طبعا جزء منها اساسي هو انه كل المعاملات مرقمنه وبتتم بعيدا عن التعاملات الورقيه. جزء تاني خاص بعمليات البحوث الخاصة بأصحاب الهمة، فيها جزء تالت خاص بالمعاملات بصفة عامة، عملية الشمول المالي. طيب عارف انك انت 2030 ممكن يبقى في مكنة في الشارع، مكانة في الشارع تقف قدامها تكتب رقمك القومي وتطلب الشهادة اللي انت عايزها، عايز شهادة ميلاد، عايز بطاقة، عايز شهادة التخرج بتاعتك، عايز بيان عيلة، عايز أي ورقة وثيقة من الدولة اللي انت عايزها تحصل عليها من مكانة في الشارع. على فكره المكن ده موجود فعلا، موجود المكن ده موجود فعلا في مصر. المكنه دي بتقرا قسم الليل
وبصمة عينيك، وبتتأكد منك كويس جدا انك انت الشخص ده. يعني مش بتكتفي بانك انت بتكتب الرقم القومي، ولكن كمان بتقرا بصمة عينك بتعرف انك انت هو الشخص اللي من حقه ان هو يحصل على الوثيقة دي تطلعها له. طبعا بتطلع لك وثيقة مؤمنة. وثيقة مؤمنة دي يعني في جهة مسؤولة عن إصدار هذه الوثيقة، سواء كان بشكل إلكتروني أو بشكل ورقي. ده حضرتك هتعيش في مكان. عارفين انتوا ان بطاقات التموين عمالين بيقولوا لازم بطاقات التموين تتربط برقم الموبايل، مش كده؟ يعني الدنيا كده بقت ايه؟ كلها بقت مربطه ببعض. طيب احنا كجامعه عملنا ايه؟ كان اول حاجه اتقالت انه احنا ككليات طب عايزين نعمل لهم حاجه اسمها اختبار مزاول مهنه، وده يكون اختبار موحد على مستوى جمهوريه مصر العربيه ووزاره الصحه مسؤوله عنه. علشان الكلام ده يكمل محتاجين مراكز اختبارات، مراكز الاختبارات تكون مؤمنه، والخريجين اللي هيمتحنوا اختبار مزاوله المهنه يجوا يقعدوا فيها ويمتحنوا امتحان موحد على مستوى الدولة. اللي بيحطوا الامتحان بتبقى وزارة الصحة، وبورد من الخارج موجود بيساعد في العملية ديت، وبيبقى مجموعة بطلة للامتحانات دي شكلها ايه ومستواها ايه.